انا ما شايفهاش وهي ديال الله ماشي ديال شي حاجه فهمتي، هي ديال الله داك الشيء كون ديال الله سبحان الله العظيم تحلت هذيك الارض، ماشي غادي نقول لك حنايا شي واحد حافر ولا شي، ولكن هذيك البلاصه تما راه ديال الله، الحفره اللي سامعنا هي ديك اللي كاينه في دكواله، هي هذيك هي اللي كاينه في دكواله بصفه نهائيا، باش شي حاجه اخرى شتنا راه ما كاينش شي حاجه اخرى، ولكن هذيك الكلمه ديال الجمعه راني سامعها ولكن ما نقدرش نقول لك باش شتها راني ما شتهاش. فهمتي باش نقول لك شتها بعيني راه ما شتهاش، وتا هادي انا كنسمعوا الناس كيقولوا ولكن حفره ديال الله ماشي ديال شي واحد اللي هو عافر ولا ديال الله داكشي. باش غادي نقول لك شي حاجه اللي ما عندكمش الاخبار نتوما كاع، باش غنقول لك الزلزال، باش غادي نشارك شي حاجه نقول لك كانت الله اعلم، قول لي باش غنقول لك الزلزال الله اعلم. ها ورا داكشي ديال الله، راه الله كيعطينا امتحانات ولكن ما بغاوش يعيقوا، عطاونا امتحانات الله كيمتحننا ديما كيمتحننا انتو، انا راه ديتكم وغردكم فهمتي، ولكن دابا قولوا بسم الله وتكلوا عندي وجيت انا جيت عندكم بيدي وانتم ما جيتوش عندي. ها امتحان انت باقا تكون غادي تطيح في شي حفره تقول اه لا سيفي غت ماك رجعتي انت حفره في منطقه سميتها هادي منطقه كوامنا منطقه ديال الحد ولا الفرج تابع ولا الفرج جامعه القواس، غادي تمشي نيشان من هنايا غادي تبان لك الحفره دايرين بها الناس الامن دارك الحد ولا الفرج داروا بها اي داروا بها فهمتي صراحه كل قايم الخدمه ديالو صراحه ماشي زعما نقول لك هكا ولا ما كل شيء قايم الخدمه ديالو داك الشيء راه ما عرفناش شي ديال الله، باش نقول لك اخويا زلزال العلم لله ولكن الله راه كيمتحن العباد ديالو خويا، داك الشيء كانت مفاجاه ما كاينش اللي كان عارف شي حاجه غتوقع، الناس هاد السيد هذا مولاد الارض هذا اللي عنده في البلاد ديالو ما كانش عارفها، جا شي واحد في الاخ ديالو جاب شي بهيمات كيسرحهم هنايا في هاد الارض هذه، مني جا حتى كيرجع عند خوه كيقول لي راه واحد الحفره لقيتها طايحه في البلاد، مني جا وما حتى واحد ما قد يقرب عندها، بنادم كيبان لك راك تواقف حدا الخطر، وجاو الناس ديال السلطه الله يكثر خيرهم، وجا السيد رئيس الجماعه الله يكثر خيره، وجا السيد العامل ديال الجديده، جاو الناس العون السلطه كلهم الله يكثر خيرهم، كلشي كاع الناس كانوا هنا تدخلوا كلشي الناس واقفين، جاو دوروا بهذا البياج هذا اللي داروا له دابا، ودابا راه حنا نتمنوا الله يحد الباس، الله يكون حد تكون هذه هي الاخيره ان شاء الله، وهادشي قدروا الله خويا ومكتاب ما عندنا ما نقولوا، هادشي ديال الله. أول مرة في إقليم اش غنقول لك؟ أنا بغيت نقول لك في إقليم دكالة كاملة أنا أول مرة تنشوف هادشي. دكالة كلها إقليم جديدة كلها أول مرة تنشوفه بحال هادشي. وهاد الأرض هادي راه كانت فلاحية، أنا راه كنت كنسوق التراكتور كلها كنحرتها هادي كاملة. ما عمري شفت شي حاجة هنا نهائيا، ما عمرنا كنا كنتظروا بحال هادشي كيتوقع كنتظروا في جنب الشانطي الهين. كاين واحد البلاصة كيقول لها الشري جاية بعيدة من الشانطي بشي 20 متر ولا 30، هذيك ممكن كنا كنتظروا فيها بحال هادشي يطيح فيها هادشي. وليني هنا لا باش تطلع شي حاجه لهنا للدوار معزيزه، حتى كتشوف كدور عينك كتبان لك ارض فلاحيه عاديه، هاد السيد هذا الارض ديالو كان كيحرتها عاديه كيتصرف فيها عاديه، ما كان كيحرتها كان ما كاين حتى حاجه، جا الاخ ديالو لا والو، جا راه مورا الزلزال اخويا دابا مورا الزلزال راه مسافه، مني جا الاخ ديالو الصباح جاب شي بهيمات يسرحهم رجع حتى قال ليه راه لقيت واحد الحفره طايحه في الارض ديالنا، وعلموا السلطه وعلموا السيد رئيس الجماعه والسيد القايد الله يكثر خيره والناس ديال السلطه الاعوان السلطه كلشي تدخلوا، العامل ديال الجديده الله يكثر خيره حتى هو جا حتى لهنايا، المهم شي ديال الله خويا ما عندنا ما نقولوا، احنا غير الانسان التدخلات ديال الانسان كيبان لك راه واجب وطني، الانسان كيأدي الواجب الوطني ديالو كيجي يشوف شي حاجه معزيزه، ونتمنوا من الله يحد الباس اخويا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.